لك أخي أنت وين مختفي؟ شو عم تساوي؟ خبرني هداك اليوم شو صار؟ أنا رح خبرك، خليني أتنفس. أخي هداك الزلمة اللي حاول إنه يقتل دهان مين كان؟ فخري مو هيك؟ هو مو هيك؟ كان فخري. شو بدك بفخري هلا؟ أنا جيت لأحكي معك عن شيء ثاني. كيف بيعمل هيك؟ كان رح يقتله، كيف بتسمح يعمل هيك شيء؟ دهان هو اللي كان رح يقتلني بالأول لو فخري ما إجا بوقتها. دهان مستحيل يعمل. بلا بيعمل. لما هو حط سلاحه على راسي وهددني أنت ما كنتي موجودة يا أختي، أنا يلي كنت واقف قدامه، عيونه كانوا عم يقدحوا شر. هذا الزلمة كان ساحب سلاحه وبده يقتلني لو ما وصل فخري وأنقذ حياتي. بيكون عم يهددك مشان تحكي له كل شيء مو أكتر. ما كان عم يهدد، منيح صار كل حكينا عن دهان. خلصنا بقى، الزلمة هاد دمر حياتنا. أخي نحن اللي دمرنا له حياته أصلا. ما أجيت لهون حتى تحكي هذا الحكي، أجيت مشان ودعك. ليش لحتى تودعني؟ لوين بدك تروح؟ مسافر برات البلد لفترة. ليش؟ لأنه هيك لازم يصير. أخي أنت من شو عم تهرب؟ من مين؟ برأيك من مين؟ دهان مكمل وما راح يتراجع، هذا واضح. النهاية راح تكون بشعة، يا إما راح يقتلني هو بالأخير، يا إما شو؟ أنت اللي بدك تقتله يعني؟ أنا ما قلت هيك شيء أبدا. شو اللي بده يصير يا أخي؟ مين اللي راح يقتل دهان؟ فخري ما؟ ولا في شخص تاني غيره؟ في شخص تاني طبعا، لأنه فخري ما في يدفع كل هالمصاري. أيوه هداك الزلمة أبو ولا بيريل، مين هو اللي قتله؟ فخري مو؟ وهو أخذ مصاري مثلنا. أبدا، فخري هو بس ساعدنا. فخري كان بيعرف إنه وضعي صعب، وكان بيعرف إنه أنت مريضة كمان. طيب مين قتله لكان؟ مين يا أخي؟ مين هو؟ هداك الزلمة مين قتله؟ قلي مين هو اللي أعطانا المصاري؟ يعني أنت شو رح تعملي؟ لا تجننيني. بس بدي أفهم فخري شو له علاقة فيهم؟ هو ليش بيشتغل شوفير عند بيريل؟ شو طبيعة العلاقة؟ شو ما كانت علاقته تكون، أنت شو دخلك فيهم؟ بما أنه فخري هو الوسيط، بيعرف مين هو قاتل أبوه لبيريل. أنت ضحيتي بأخوك مشان تنقذي دهان، يمكن ما عاد أقدر أشوفك يا أختي مرة تانية. معقول أنت ما بتفكري بهالشي؟ لهالدرجة مالي معزة عندك؟ أنت شو قصدك إنه ما فيك ترجع تشوفني؟ أنت ما قلت لي رايح لفترة قصيرة؟ كل فكرك القصة لعبة؟ إذا الشرطة لاحقتني والمدعية لاحقتني ودهان ما تراجع وما ترك هي القصة، رح يكون صعب تشوفيني بمنامك حتى يا بنت. لو بتفكري بأخوك شوي صغيرة قد ما بتفكري بدهان ما كان صار فينا هيك شيء أبدا. خلص لا تبكي. فكرك فرحة لأنه رح أتركك وروح، بس ما في شي تاني بقدر أعمله. أخي أنا ما كان بدي يصير هيك شي. بعرف. بس خلص يلي صار صار، ما فينا نعمل شي. أنا بدي منك شغلة واحدة بس، رح تحمي حالك من هداك الزلمة، لأنه إذا عرف مين بتكوني يلي كان بده يعمله فيني حيعمله فيكي. أختي بدي إياك توعديني، وعديني مشان ما يضل بالي مشغولة عليكي. إذا كنتي بتحبي أخوكي كل هالقد بدي إياك تضلي بعيدة عنه. تمام، بس أعطيني شوية وقت لحتى أوصل لنتيجة مشان قضية التعويض، وبعدها ما رح أشوفه مرة تانية، بوعدك. شو في بيناتكم؟ لك ما في شيء، شو بده يكون يعني؟ طبعا ما في شيء. مساء الخير خالي زاكر. أهلين، مساء النور. سالفي جاهزة؟ بس عفواً ابني، ليش لحتى تجهز؟ ايه كنا طالعين مشان نتعشى. وأنا ليش ما عندي علم؟ بما إني مثل أمها كنت لازم تطلب الإذن مني قبل ما تقرروا إنه تروحوا، مو هيك ابني؟ طبعاً، يعني معك حق خالي. أنا جاهزة. وصلها على البيت قبل الساعة 12 وإلا رح أزعل منك كتير، ماشي؟ ايه وين اهلك؟ ايه رح احكي معهم، يمكن على الطريق. اخي امي عم يوجعها راسها ويمكن ما رح نقدر نجي. سهرة سعيدة. ان شاء الله ما يكون في شيء مو منيح. انا كثير بعرف وجع راسها هاد. كيف يعني؟ يعني لا تخافي، ما في شيء خطير. هي امي. كأنه انت ولد عاق. ايه مزبوط، لانه راح من عمري 11 سنه واهلي من وراي راح نص عمره، شاب شعرهم وانا لساتني بالسجن. ابي كان مثل الجبل بس فتت انا على السجن وكسر ظهره. انا سرقت لهم حياتهم كلها واخذت طفوله اختي كمان. ايه انا ولد عاق، في شي ولد عاق اكثر مني. دهان ما قصدت اقول هيك شي ابدا، يعني امك راسها واجعه وانت ما همك الموضوع، قلت بمزح بس هيك. انا ما همني الموضوع لانه هي حجه بدها ايانا نضل لحالنا. عم تفتشي بموبايلي؟ لا، شو المناسبة؟ بس طلعت من الرسائل، وبما انك اخذته فورا فاكيد في شيء مخبيه، مو هيك؟ بالاخر عندي حياتي الخاصة. طبعا هذا حقك. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. الله يعينه اللي بدك تتزوجي. ikimize karşı بتفتشي بالموبايل وبتعملي تحقيق. تخيلته قدامي هلا، يا حرام. ليك إذا كنت ما بتسمع منيح رح أرجع عيد اللي قلته لتسمع. أنا ما فتشت بالموبايل، طلعت من الرسائل. لو استحقت الفرصة كنتي رح تفتشي. مستحيل. يعني يمكن بس شوي، بس بشكل مهني طبعا. ممكن كنت فتش بس شوي مشان إذا كنت عم تعمل شي بالسر وعم تخاطر بحياتك وعم تلاحق يلمز مثلا. بس هيك. سالفي، من يوم ورايح بدي اعرف لوين بتروحي. وليش بقى؟ هيك بدي اعرف كل خطوة بتخطيها. لا، يعني شو المناسبة؟ ما رح برر لك كل شي بعمله واقول لك لوين بروح ولوين بجي بس لأنه تعشينا لحالنا هلا. أكيد مو هيك يا بنتي. أول شغلة أنا ماني بنتك. لكن مين؟ مين بدك يعني يكون؟ لا تغيري السيرة. أنا جدي بموضوع إنك تخبريني لوين بتروحي. وأنا كمان جدية إنه ما رح خبرك. أوف، ليش ما بدك تفهميني أنتِ؟ يعني ما في طريقة تانية لأحميكي. من مين بدك تحميني؟ ليكي أنا ما كنت بدي خبرك، بس أنا لقيت ورقة مكتوب اسمك وعنوانك ببيت يلماز. يعني ما ضل غير تفوت على بيت هالزلمة؟ شوف أنا بشو عم فكر وهي بشو عم تفكر. أنا عم حاول أحميك. كانت سهرة حلوة كتير. طيب لكان هلا لازم فوت. سالفي فتت لعنا. لا تخافي يا بيلدا، انت بس اقعدي واستريحي. ما عم افهم انت عن شو عم تحكي. ولا انا، ليش انا لسه شو حكيت؟ شو ممكن الواحد يفهم من كلمة استريحي؟ او انت زعجتي لأني قلت لك فلدان خانم. شلون سمحت لحالك تفوت على بيتي؟ وين خالتي؟ خالتك منيحة، هي بخير، بس في ناس غيرها للأسف ما نن مناحة أبدا. مثلا أخوك اللي ارتكب جريمة كرمالك. لا تقولي لي إنك ما بتعرفي بالقصة. بكل الأحوال نحن وين وصلنا بحكينا؟ أخوك يضحى بحياته مشان تعيشي أنتِ. ارتكب جريمة كرمالك، فنصيحة لا تتركيه بنص الطريق. انت شو عم تحكي؟ واضح كتير. انت لازم تختاري. انت اللي بديتي كل شيء، وانت اللي راح تنهيه. تختاري تدخلي أخوك على السجن أو ترجعي دهان مطرح ما كان. قرار إلك يا أخوكي. إنه لساتك لهلا ما استوعبتي قديش هالموضوع جدي. لا استوعبت. استوعبت انك سرقت 11 سنة من حياة موكلي كرمال قصة بنت. عملت جريمة لتتزوج بيري؟ انتي عن جد حلوة كتير. دهان بيعرف مين انت بالحقيقة، انه انت البنت اللي شهدت زور واللي عم يدور عليها. شو رح يصير اذا عرف؟ الشخص اللي انسرقت 11 سنة من حياته اذا عرف انه المحامية اللي تعشى معها 10 رومانسي من شوي مين بتكون؟ المرة اللي أخذ الشال من رقبتها المرة الحلوة إذا اكتشف إنه هي البنت الصغيرة اللي عم يدور عليها شو بيعمل؟ قرار إلك يا أخوكي يا دهان. بدي شوفه بالأول. لمين؟ يلمز. يعني اخترتي أخوكي؟ شوف يا عثمان أخي، خطفوا المحامية هلا. شو؟ شغال لهيك غفلت عيني. حاجتك بقى بلا مسخره. عازر اقبح من زم. شفت وجوه اللي خطفوها؟ لا اخي ما شفتهم، شفت بس الست المحاميه وكانوا عيونها مغطايين. وخالتها وينها بالبيت؟ لا ما انا هون، طلعت من البيت بعد ما رحتوا. يا فهمان على الاقل كنت خذ نمره السياره. ما كان عليها نمره. لك ما ركبتها موديلا مثلا. انا ما في غير هذاك الواطي، أكيد هو اللي خطف سالفي. دهان مين قصدك بهداك الواطي؟ دهان روق لي وين رايح؟ لك لحظة، طيب طالعنا معك خلينا نفهم. قل لي مين بيكون الزلمة؟ يلمز أخي يلمز. يلماز. يلماز قوم. بلدان اتركوا اتركوا. شو عملت انت؟ شو اللي عملته قل لي؟ شو عملت اختي؟ انا بس حاولت اني احميكي. الأميرة عن تختها لساتك ما بدك تشوفي حدا؟ لا تقولي هيك حرام. من لما اجت تعيش هون شايفة حالها علينا وما عم تحكي مع حدا وما بتحترمنا. مع مين عم نحكي ولا غبية؟ ردي علي شو طرشتي؟ شو مشكلتك انت؟ ليش مو عاجبينك؟ انت شو بتفرقي عنا؟ يتيمة مثلنا ما إلك حدا. ايه بس انا إلي حدا. بالله إذا إلك حدا لكان أنت شو عم تعملي؟ عم لك إنه أنا إلي حدا. أبالله جد؟ مين إلك؟ أنا ما فيني أحكي. فهمت عليكي، اخترعتي لحالك أم وأب خياليين؟ كل اللي هون بيعملوا هيك، كلهم صاروا مجانين، هي مثلك يا بنت، ما هيك؟ هي كمان عندها أهل خياليين، بس نحن عملنا لهم جنازة، لأنه أهل الخياليين ماتوا، وأنت كمان. خلينا ندفن أهلك. أنا دفنك إليك. لا تحكي معي هيك رح أقتلك. أنا بورجيكي ماشي رح أقتلك يا حقيرة. أخ بعدوا عني. بعتذر منك، لا تزعلي مني، يعني على اللي صار. هاد حتى تسامحينا. حمص مطحون أنا كثير بحبه، هذا من أخي، يعني بقصد أخي الخيالي. انت خليتهم يعتذروا مني؟ شو بهم هلا؟ مو هلا سألتيني انا شو عملت؟ ورح خبرك. انا اساسا عشت مشانك انت وبس. يوجد 7 اقاليم في بلدنا، وهي اقليم مرمرة، اقليم ايجا، إقليم البحر المتوسط، إقليم الأناضول الداخلية، إقليم البحر الأسود، إقليم شرق الأناضول، وإقليم جنوب شرق الأناضول. ما الزراعات التي تنمو في إقليم إيجا؟ الزيتون والحمضيات مثل اليوسف والبرتقال وغيرها. ما نوع النباتات في البحر المتوسط؟ الماكي. ما هو الماكي؟ هي أعشاب قصيرة الطول. أحسنت أحمد، تقدر ترجع لمكانك. بنتي سالفي؟ سالفي وينك؟ احكي لي عن اقليم منطقة البحر الأسود. ما هيك؟ أنا حاولت كون روحي لك، حاولت تكون قلبك اللي عم ينبض. يعني عم تعترف انك قتلت سيزائي مو هيك؟ إذا هيك أنا شايفة إنه ما عندي فرصة للاختيار. طلعوا عيونك الحلوين، بشوفوا الصح دغري. ما فيكي تختاري منهم، لأنه طبعاً وحكماً رح تختاري أخوكي اللي ضحى بكل شي مشانك، لأنه الأخوة بتتطلب هالشي، بتتطلب الوفاء، بتتطلب الإخلاص. على الأقل أنا هيك بظن، وغير هيك هو الشي الوحيد والأخير اللي بقيلك من ريحة أهلك. أخوكي هو الشخص اللي خلاكي تكوني أنتِ. برأيي ما في داعي لأي اختيار تاني. دهان يرجع على السجن، وهيك بتنقذي أخوكي. واضحة كتير؟